أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصة يا قصص. وظيفتنا اليوم هي الشاعرة التونسية الشابة أمامة الزاير. ولدت أمامة الزاير سنة 1983 بسبيطلة من ولاية القصرين، ومتحصلة على الأستاذية في اللغة والأداب العربية، وهي عضو مؤسس لنقابة كتاب تونس وعضو مؤسس أيضا لحركة نص. من إصداراتها زوز كتب شعرية بعنوان ممرات سرية والعالم حسمة خيالات. كنت ابنة محظوظة جدا لرجل غير عادي. كان والدي رجل تعليم ورجل تربية، وكان مثقفا جدا، وحمدت الله كثيرا أنني حين فتحت عيني فتحتها على الكتاب وعلى الموسيقى الملتزمة والأغنية المختلفة. كانت بدايتي مع الكتب في هذه المكتبة التي وجدت نفسي فيها، في مكتبة والدي رحمه الله، مكتبة ثرية جدا، وكانت أول تجربتي في الكتابة حين أعدت كتابة حي بن يقظان في قصة قصيرة جدا، وصممتها وصورتها لي الوالدة في صورة الذئب والحي بن يقظان وإلى آخره، وكانت يعني قصة قصيرة جدا من صفحة يعني، وكنت طفلة يعني أدرس سنة ثانية ابتدائي. من هذه المرحلة يعني يبدو أنه وجدت نفسي متورطة في الكتابة وفي الكتاب. بطبيعة الحال يعني كنت أقرأ كثيرا، ولم أكن مثل بقية الفتيات يعني أبحث عن المكياج بين قوسين أو اللعب أو غيرها، وإنما كنت أبحث دائما وأفتش في الصفحات البيضاء وفي وأحاول أن أسودها، وأيضا أفتش في الكتب وأبحث عن كتاب يثير دهشتي، لأنه دائما أبحث عن الدهشة. فقرأت الكثير من الكتب في هذه المرحلة. كان لجبران خليل جبران طبعا التأثير الكبير في أسلوبي الأدبي وفي شخصيتي أيضا، حتى في نحتي الشخصية نفسها. أيضا نجيب محفوظ، توفيق خليل الحكيم، طبعا البشير خريف، علي الدعاجي، هذه أسماء كثيرة يعني أثرت في تأثيرا كبيرا، وفي النهج الذي اخترته فيما بعد. في حقيقة الأمر قرأت أيضا للأدب النسوي، وهو أدب فاجأني وأثار في الكثير من الأسئلة. هل حقا يمكننا أن نصنف الأدب نسوي وذكوري وإلى آخره من هذه التصنيفات، أم أن الأدب هو أدب إنساني فقط؟ قرأت نوال سعداوي، غادة سمان، أقرأ الآن أيضا أذر نفيسي الأدب الإيراني، أن تقرأ لوليتا في طهران مثلا، أقرأ أيضا إنجي أرال، يعني أقرأ لي الكثير من الأسماء النسوية التي تكتب خاصة أدبا يحاول أن يكون، أو هو أدب إنساني، ولا يحاول، هو أدب إنساني بالضرورة. كتاب الكرنك لنجيب محفوظ وقرأته في سن مبكرة، يعني 12 سنة و 13 سنة تقريبا. في حقيقة الأمر هذا الكرنك يعني نجيب محفوظ، الأدب السياسي، الأدب الذي يكشف التعذيب السياسي والمخابرات والأشياء هذيك، وخاصة أنه يعني كنت ابنة رجل يعني مارس السياسة والمخبر يقف دائما على أبواب بيتنا، يعني فأثر في تأثيرا كبيرا، وخاصة تلك المشاهد الدموية
في السجون المصرية. وطبعا يعني كنت واعية تمام الوعي أن ما حدث هناك أو ما حدث في كرنك نجيب محفوظ يحدث أيضا في تونس وفي كل زوايا العالم، وأثار هذا حقيقة يعني الكثير من الألم والرعب، ولكن أيضا القوة اللي مواجهة مخاوفنا. وهذا عشته كما قلت لك يعني صغيرة، يعني 12 سنة 13 سنة. أيضا رواية الشحاذ يعني هي رواية من أجمل ما كتب نجيب محفوظ، وأنا حقيقة أقرأ الرواية أكثر مما أقرأ الشعر. رواية الشحاذ أيضا في الأدب الذهني يعني من أهم ما كتب نجيب محفوظ، وهي رواية تثير الدهشة. كما قلت أنا أبحث دائما عما يثير الدهشة فيها ويثير التساؤل ويثير الحيرة طبعا. في المشهد الثقافي التونسي والمشهد الأدبي التونسي ثمة أسماء كثيرة يعني أثرت في طبعا في النص الذي أكتبه، مثل علي الدعاجي، بشير خريف، محمود المسعدي. طبعا محمود المسعدي، خاصة محمود المسعدي، لأنه كتب في أو كتب بأسلوب مغاير وبطريقة مختلفة، وطرق أبوابا لم تطرق في ذلك الوقت. كتب نصا مختلفا، نصا جميلا من الناحية اللغوية، ونصا يحفر في تفاصيل الإنسان وفي دقائقه. أيضا ثمة من النصوص اليوم التي تكتب نصوص كثيرة تؤثر طبعا فيما نكتبه. أذكر مثلا الصديق الشاعر عبد الفتاح بن حمودة، يوسف رزوقة طبعا، أمال موسى، يعني ثمة الكثير من الأسماء التي تؤثر فينا. هذا فيما يخص الشعر، لكن في الرواية ثمة كثيرون أيضا ممن يستحقون القراءة وممن يتركون بصمة في ذات القارئ، مثلا كمال زغباني المتحصل على جائزة الكومار أخيرا، نعم، وأيضا حبيب سلمي، إبراهيم درغوثي، وكمال الرياحي، وغيرهم من الأسماء التي تكتب نصا يستحق القراءة ويؤثر تأثير إيجابي أو سلبي أيضا فيما نكتب. في المشرق العربي يعني الشاعر الذي أثارني حقا وردت أن أكتب مثله في بداياتي هو بدر شاكر السياب. وبدر شاكر السياب نعرفه مناضلا ونعرفه مجددا للقصيدة العربية، وهو بين قوسين أب قصيدة التفعيلة التي إلى اليوم يعني نكتب على منوالها وننسج على منوالها أو نخرج عنها ونكتب قصيدة النثر. بدر شاكر السياب نصه مليء بالمفاجآت، نصه حار ولاذع في نفس الوقت، نصه يثير الدهشة وفي نفس الوقت يجعلنا نشعر بوخز كبير في قلوبنا. يعني تمنيت أن أكتب نصا يشبه نص سياب، وكنت طبعا في تجربتي الأولى مثل جميع الشعراء وجميع من يكتبون يعني لم أتخلص من وطأته على نصي إلا بصعوبة كبيرة. أيضا نجيب محفوظ كما ذكرته، ثمت في الأدب العالمي أورهان باموق، رواية اسمي أحمر من أهم الروايات التي كتبت اليوم. يعني ثمة الكثير من العناوين التي تستحق القراءة والتي تؤثر فينا طبعا.
يعني أدونيس طبعا هو شاعر يستحق كل التقدير ويستحق أن نرفع قبعتنا عاليا لهذا الشاعر العظيم. أتذكر يعني جملة لأدونيس حين يقول: هبط الليل يرتاح في جرة ملئت خمرة لا ندامة، فقط رجل يتمرغ في كأسه، أو رجل واحد يتمرغ في كأسه. يعني هذا نص علق في ذاكرتي، لأنه يكشف غربة الإنسان ووحدة الإنسان. لا ندامة لنا في هذه الحياة، لا أصدقاء حقيقيون، نحن وحدنا نتمرغ في كأسنا، نتمرغ في مراراتنا، ونعيش عذاباتنا وحدنا يعني، وحتى أفراحنا بين قوسين. وهذا ليس تشاؤما، وإنما هذا يبدو أنه هذا هو الواقع. أذكر الروشة بيروت، وصادفا سافرت إليها وظلت ذكراها في مخيلتي. أقرب أغنية لقلبي هي لفيروز، تحمل عنوان لبيروت. هي أغنية جميلة، والقصيدة مفاجئة في هذه الأغنية التي تغنيها فيروز. لبيروت من قلبي سلام، لبيروت وقبل للبحر والبيوت، لصخرة كأنها وجه بحار قديم، هي من روح الشعب خمر، هي من أصبحت في المساء وحدها.
بيروت.